بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في ماده اقتصاديات النقل. انا اسمي اسلام حنفي، محاضر بكليه النقل الدولي واللوجستيات بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ان شاء الله هندرس مع بعض ماده اقتصاديات النقل. الماده دي بتتكون من 4 اجزاء رئيسيه. الجزء الاول بيتكلم عن اقتصاديات النقل البحري، الجزء الثاني بيتكلم عن التكاليف والايرادات والاداء المالي، الجزء الثالث بيتكلم عن السوق الملاحي، والجزء الرابع بيتكلم عن اهم الطرق المستخدمه لتمويل حيازه السفن. ان شاء الله في الجزء الاول هنتكلم عن العلاقه بين اهم طرفين في عمليه النقل البحري او في اقتصاديات النقل البحري، هو الشاحن والناقل، وايه العلاقه الاقتصاديه اللي بتربط بينهم. هنتكلم عن المفاهيم النظريه للنقل البحري وعناصر النقل البحري الرئيسيه وسماته. ان شاء الله في الجزء الثاني هنتكلم عن التكاليف والايرادات والاداء المالي، ايه هي مكونات تكاليف الشركه الملاحيه، وايه هي طرق تعظيم الايرادات الخاصه بالشركه الملاحيه، او بمعنى اصح كيفيه تعظيم الايرادات وتدنيه التكاليف بشكل كبير لكي تتمكن الشركه الملاحيه من تعظيم ادائها المالي او تحسين ادائها المالي. ان شاء الله في الجزء الثالث هنتكلم عن السوق الملاحي، والسوق الملاحي زي ما احنا عارفين زي اي سوق في الدنيا بيتكون من قوى الطلب وقوى العرض. هنعرف مين قوى الطلب ومين قوى العرض، ايه العوامل اللي من شانها انها تزود الطلب على النقل البحري، ايه العوامل اللي من شأنها انها تزود العرض على النقل البحري، وكيفيه تحديد النولون التوازني او السعر التوازني زي اي سوق في الدنيا. ان شاء الله في الجزء الرابع والاخير هنتكلم عن اهم الطرق او اهم العقود المستخدمه لتمويل حيازه السفن، وده هيبقى الكلام بشكل اساسي عن عقد اسمه عقد الاعاره. عقد الاعاره كوسيله فضله او وسيله كويسه لتمويل حيازه السفن بالنسبه للدول الناميه. هنعرف يعني ايه عقد اعاره، ايه مميزاته، ايه عيوبه، ايه الاشكال المختلفه للاعاره، الاعاره التشغيليه والاعاره التمويليه، وليه العقد ده مفضل للدول الناميه بيمكنها من حيازه سفن عاليه التكنولوجيا وسفن متقدمه. ان شاء الله ترم سعيد وموفق، وان شاء الله موفقين دائما باذن الله. شكرا.